قال داروين ممكن يخش الجنة، قال لأنه إنسان كان يعني ماشي مستقيم. قال والله العظيم قال سؤال من السيدة عائشة، قال ما أدري هي في الجنة ولا النار. أنا حين قرأت لداروين، ما أنا أعرف بفضل الله من أيام الإعدادية، أنا قال أصلاً وعوا في الإعدادية ولخصته، حين قرأت لداروين وقرأت عن دارو وعرفت هذه الشخصية، أنا دائما أطلب له الرحمة وأرجو أن يكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. سؤال من السيدة عائشة، قال ما أدري هي في الجنة ولا النار. أنا شخصياً لا أدري ما وجه الاستدلال بكون عائشة من أمهات المؤمنين على أنها في الجنة حتماً، لا أدري لا أفهم، قد يكون هي تقصير في عقلي وفي فهمي. الآن إبراهيم يقول لا أدري ما يفعل الله بعائشة، لا أقول إنها في الجنة حتماً. بسمع اللي اسمه عدنان إبراهيم ده اللي ما أدري بجهز ردود عليه وكذا، لأنه ما وجدت أجرم منه لا فوق الأرض ولا تحت الأرض حسب ما علمنا، والله العظيم جد لا فوق لا تحت، ما وجدت أجرم من الرجل ده أبداً أبداً أبداً، أسأل الله إنه ينتقم منه عاجلاً غير آجل. فمن مقاطع كثيرة ويعني يمكن مئات الآلاف من مقاطع المحاضرات ومسخر هذا الرجل لهدم الإسلام، ولكن هيهات سخرونه أعضاء الله سبحانه وتعالى. المهم فعنده مقطعين بيتكلم عن إنه قال أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام فارغ، وأكثر ما ورد قال البخاري ومسلم كلام فاضي. طبعا نزول لسانه قذر جدا جدا، قذر مجرم، فقال كلام الرسول ده كله كلام فارغ أو أكثر ما ورد كلام فارغ. وفي نفس الوقت شوف من تناقضه يستدل بأحاديث ذاته، لما يرى حديث حتى لو حديث موضوع مكذوب رأى أنه بافق هواه يقول لك قال رسول الله هذا صحيح، يقول لك صحوا العلماء يعمل كده، طبعا صحوا العلماء يخم جماعة سؤال مجرم. فالردود على هؤلاء بسيطة جدا جدا، أصلا الأحاديث دي صححت وضعفت بعلم الجرح وشنو والتعديل. الناس اللي بينكروا الأحاديث دي كلهم بينكروا هذا العلم، وإنكارهم لعلم الجرح هو من علم الجرح لكن بالباطل، صحيح ولا ما صحيح؟ قال علم الجرح ده كلام فارغ، يبقى جرح علم الجرح ولا ما جرح؟ جرح، يبقى هو عنده علم جرح برضه، لكنه ما داير علم الجرح الصحيح ذاك والتعديل، داير علم جرح وتعديل شنو؟ حقه، لكن هو ما بينكر علم الجرح والتعديل في حقيقة الأمر، لأنه هو بيجرح، هو بيجرح علم الجرح والتعديل، وبيجرح علماء الجرح والتعديل، يقول له ما عندهم شغلة، ساكت، يقول لك فلان كذاب وفلان صيغة، ما عندهم شغلة، بيقولوا كده. طيب أنت الآن قاعد تجرح، وفي نفس الوقت تلقاه يعدل ناس داروين، قال داروين ممكن يخش الجنة، قال لأنه إنسان كان يعني ماشي مستقيم، قال والله العظيم جد. سؤال من السيدة عائشة، قال ما أدري هي في الجنة ولا النار، لكن داروين قال ممكن نرجو له، قال لأنه إنسان كان مستقيم ومثل هذا لا يعني نرجو له أن الله عز وجل يدخله الجنة. وأنا قال قرأت كتبي، أنا حين قرأت لداروين، ما أنا أعرف بفضل الله من أيام الإعدادية، أنا قال أصلا وعوا في الإعدادية ولخصته، حين قرأت لداروين قرأت عن دارو وعرفت هذه الشخصية، أنا دائما أطلب له الرحمة وأرجو أن يكون من أهل الجنة بإذن الله تعالى. سؤال من السيدة عائشة، قال ما أدري هي في الجنة ولا النار. أنا شخصيا لا أدري ما وجه الاستدلال بكون عائشة من أمهات المؤمنين على أنها في الجنة حتما، لا أدري لا أفهم، قد يكون هي تقصير في عقلي وفي فهمي. الآن إبراهيم يقول لا أدري ما يفعل الله بعائشة، لا أقول إنها في الجنة حتما. فدائما أعداء السنن متناقضين، ليه؟ لأنه ما فهموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فتنطعوا وخابوا وخسروا وذهبوا يمنة ويسرة فضلوا وأضلوا. وكما قال البربهاري البدع تبدو أو تبدأ صغيرة ثم تروح كبارة، أي بدعة شفت كيف؟ داك مش بدأ مشى الكويت مشى لحياة التراث، صحيح ولا ما صحيح؟ بعد شوية جاء قال شنو؟ الرئيس الجماعة ديك قال الحركيين، قال ده من؟ قال ده من أفاضلهم. بعد شوية بقى يشكر في الصوفية، بعد شوية أموره جاطت مرة واحدة، وهكذا البدع. وديك أول حاجة بدوا بمذكرة قالوا سرية، هسه مشوا فطروا مع زعماء الحركيين في البلد دي، مش ماشي الدكتور
وقال يعني داير نتغارب معاكم، وانت معاهم جوا تغارب وين تاني؟ زمان جوا قبل 30 سنه انت جوا. فالبدع تبدا صغارا ثم تروح كبارا كما قال سلفنا الصالح.